انا معهم خمس سنين ويعني بدينا معنا كونترا الكونترا باقا ما تسخاتش وهو كيقول لنا غادي يعني كيهددنا بالخروج وخرجنا وطردنا يعني ما خاصوش يطردنا والناس اللي سالات لهم كونترا يقول لهم فرض عليكم ديروا استقاله يعني ما نعطيكمش هذاك العمل الا وباستقاله يعني هذا ظلم وانا 50 يعني ما كاينش ستاجير في المغرب كامل انه يقول 50 ستاجير عام وما كاينش حتى عام يعني ست شهور هو يعني ستاجير كيتسمى ستاجير من فوق 6 شهور كيتسمى عامل دابا حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا الحقوق ديالنا وهذا ما شكرا لجريده المغرب اليوم على تغطيتها لهذا الحدث وعلى الشكل النضالي اللي قاموا به عدد من الشباب المتدربه داخل شركه الزهر هذه الشركه اللي صراحه اصبحت تضرب بالعمق او في العمق كل المبادئ ديال تكافؤ الفرص ونحن كرابطه مغربيه للمواطن وحقوق الانسان عبرنا عن تضامننا المطلق والمشروط مع هذه الفئه الشبابيه اللي تعرضت لكل الاشكال ديال التعسف والقهر والاضطهاد داخل هذه الشركه هذه وكما شفتوا الان هي وقفه كانت مبرمجه ليومه الان 11 نوفمبر 2020 الساعه 10 صباحا واللي استمرت اكثر من 3 ساعات يطالبون فقط الجهات المسؤوله على الشركه والمؤسسه انها تقوم بتمكينهم من حقوقهم المشروعه والمتاحه كباقي الشركات الاخرى وما يترتب عنهم يترتب على باقي الشركات المتواجده بهذا الوطن هذا. بغينا نعرف واش كاين شي قانون منظم تنظم هذه الشركه هذه اللي اصبحت تمارس كل اشكال التعسفات والاضطهادات داخل المؤسسه ونحن كرابطه نستنكر ونندد بهذه الممارسات اللامسؤوله ونقول لهم كفى من الانتهاكات اوقفوا هذه الانتهاكات التي ليست في صالح الجميع وقوموا بالاخذ بعين الاعتبار لهذه الفئه الشبابيه كما نؤكد على استمرار التضامن ديالنا معهم كرابطه حقوقيه وكهيئه حقوقيه الى حين تحقيق المطالب المشروعه والمتاحه ديالهم اللي هي تسويه الوضعيه ديالهم وتمكينهم من حقوقهم كامله ومكموله وشكرا لكم. كل اشكال ديال الحيف والاقصاء والتهميش التي تقع حقوق الانسان والشكيله كامله. خصنا نوفروا لهم اي حاجه يعني ملي تم الطرد ديالنا من هنا باي حق تم الطرد ديالك غير هاكو يعني من هنا غادي نمشيو حنا نخدموا شنو غادي يجيبوا يعني خاصنا حنا حقوقنا خصهم يعطيونا حقنا ماشي حنا نخدم بواحد المده ومن بعد يكون نفس الحال سايس علاش حنا غادي تم الطرد ديالنا بدون مبرر يعني كون كان شي مبرر شي اسباب نقدروا نفتشوا ولكن انه كيتم الطرد ديالك بدون حق غير هاكا تفكر مع راسو ديال نفس الحال انا خصك ضروري انت تكون يعني كتحس بالحقره باش عندك داركم عندك مسؤوليه كاين اللي عنده ولاد كاين اللي زوج مزوجين هنايا لان ما خدموش في الشركه ما عندهم واش ياكلوا بزوجو شنو غادي تسمى هذا الشيء يعني زوج مزوجين خدامين في شركه خرجوا بزوج فين غادي يعيشوا باش يمشيو يسعوا ويمدوا يديهم قدام الجوامع كل واحد هنا عندك اللي كتلقى عنده 6 7 2 5 كل واحد في دارو شحال عنده انا مني هاد راه جراو علينا حنايا باش حنا غادي نعيشوا باش غادي ناكلوا صافي شحال المده انت خدامه في 3 سنين
حدا ضربوا معاهم 8 سنين كل خرج تمطر ديالها علاش وشحال حنا كاينين عرقنا حطينا هنا وتنظلموا وتسمعوا الهضره وتسمعوا الغوات شي نقصوا لنا من الصالير يعني حتى الصالير واديش حنا صالير زوين نقول على الاقل كون غا كان صالير زوين ونخدموا ماشي مشكل حنا عندنا صالير ناقص وسمعوا الهضره الظلم جميع العنف كنشوفوا في الشركه هذه تعنفنا من جميع الزوايا يعني من الهضره من المال من اي حاجه تعنفنا من هذه الشركه هذه يعني حنا اللي بغينا دابا انهم يرجعوا لنا حقنا ويعطيونا حقنا حيت راه ماشي حنا غير بوحدنا عندنا مسؤوليه هزنا عندنا والدين هزنا الناس ضاربين 8 سنين علاش خرج واحد دار 8 سنين 9 سنين 10 سنين 12 عام 5 سنين بزاف يعني حنا خصنا ناخذوا حقنا راه ماشي غير نتمنى من السماء حنا راه انسان بحالنا بحالكم يوم الغد على الساعة 10 النصف صباحا ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.